الفل يا جماعه، واهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهارده يعني حاجه كيوت كده، هذا الكائن رباعي العجلات اللي هو بيبرسيون وبابين كده، وحاجه كده اخر كيوت صراحه. النهارده هنتكلم شويه عن تويزي من رينو. تويزي او تويزي، يعني في ناس بتسميها تويزي في ناس بتسميها تويزي، انا ميال لكلمه تويزي لان هي فعلا اقرب للعبه، واستخدم كلمه تويزي، فهي قريبه جدا من الشكل اللعبه. الحقيقه عربيه مميزه جدا، عربيه كهرباء. تعالوا كده نبص عليها بصه على السريع. مبدئيا كده العربيه فيها فانوسين، ودي حاجه لطيفه. الفانوس الاولاني اهوت يمين وشمال، وطبعا بتيجي الاضاءه بتاعتهم هالوجن. عندنا كمان الجزء ده كده وحده خاصه بالشاحن. الشاحن بيجي 220 فولت بدون بقى ادابتر ولا وجع دماغ بقى بتاع العربيات الكهرباء، اللي هو بروتوكول شحن اوروبي ولا امريكي ولا صيني ولا الكلام ده، لا خالص. هي بتيجي الشاحن اهوت جاهز، انت بس بتحطه في فيشه، اي فيشه، سواء فيشه البيت بقى او فيشه الجراج او اي حاجه، ودي ميه المساحات. طبعا عندك السسبنشن سيستم الموجود هنا. السسبنشن سيستم بتاع العربيه بيجي مالتي لينك لكل عجله. السسبنشن سيستم محترم بالمناسبه، مش وحش يعني. فرامل ديسكات، ودي حاجه برده كويسه بتديك يعني شويه استابيليتي للعربيه. الجنط بتاع العربيه بيجي 13 انش 2 تون زي ما انتم شايفين. العربيه دي بتضاف لها مجموعه كبيره جدا من الاكسسوارز. على سبيل المثال الباب بتاعها زي ما انتم شايفين كده، هي اصلا عربيه بتنزل من غير باب نهائي، يعني اصلا في الاصل بتبقى من غير باب، لكن ممكن تطلبها بالجزء الابيض ده من الباب اللي هو الحاجز ده بس يبقى موجود، لكن الجزء الاسود ده ما يبقاش موجود. وممكن تطلبها كمان بالجزء الاسود ده، فيبقى عندك اوبشنز كتيره ان انت تخلي المنطقه دي مختلفه، يعني ممكن تخليها الجزء الابيض ده بس، او الجزء الاسود مع الابيض، او من غير باب خالص براحتك. طبعا العربيه كلها من البلاستيك بالكامل، ما فيش فيها اي حاجه من اي نوع من انواع الصاج او من انواع الماتيريال الجامده، علشان طبعا السيفتي بتاع العربيه. عندنا طبعا مرايات جانبيه موجوده هنا يمين وشمال، شكلها برده شيك. وطبعا ارتفاع العربيه عن الارض ما فيش حاجه خالص، يعني ارتفاع بسيط خالص. ولو بصينا على الجزء الخلفي هنا هنلاحظ انه في فتحات تهويه علشان تديك برده ايروديناميك لطيف، مع عواكس اضاءه موجوده هنا. وهنا لوحه كده مخصوص علشان يعني لو تحط فيها اي علامه او بتاع، لكن طبعا هي العربيه ما بتترخصش اكيد. وشعار اي اي ام او وكيل رينو مع كلمه تويزي، وعلامه رينو مع الكشاف الخلفي اللي موجود هنا. العربيه شكلها فضائي جدا وشكلها لطيف جدا وكيوت قوي. طيب العربيه دي بتيجي ببطاريه، معرفش سعه البطاريه قد ايه الحقيقه، ولكن بتتشحن من 0 ل 100 في 3 ساعات ونص بالظبط. يعني 3 ساعات ونص بتشحن العربيه من 0 ل 100 بشكل كامل. طيب بتمشي قد ايه؟ الرينج بتاعها 100 كيلو متر، يعني اقصاها 100 كيلو متر بتمشيك الشحنه ال 100%، بتمشيك 100 كيلو متر. طب بتمشيك على سرعه قد ايه؟ السرعه القصوى بتاعت العربيه 80 كيلو متر في الساعه، ده الماكسيمم سبيد بتاع العربيه. على فكره العربيه برده فيها سيفتي باكج لطيفه جدا، يعني هنلاحظ مثلا احزمه الامان الخلفيه اللي موجوده هنا. في عندنا احزمه امان رباعيه النقاط، يعني اربع نقط تثبيت، وفي الامام عندنا حزام امامي للسائق بيجي بثلاث نقط زي ما احنا شايفين، ثلاث نقط تثبيت. ده المايك المدلل، ده المايك بتاع العربيه، لانه في طبعا انفتمنت سيستم موجود هنا في العربيه. الانفتمنت سيستم مكون من وحده يو اس بي مع وحده اي او اكس مع وحده 12 فولت او مدخل 12 فولت، وده طبعا الفتيس اللي هو الدي والام والار، مع هنا الجزء الخاص بالانتظار، وهنا عصايه الاشارات اليمين والشمال مع الكلاكس. ده كلاكس على فكره بتاع العربيه. وعندنا اير باج كمان على فكره، في اير باج واحده موجوده هنا للسائق. وعلى الناحيه الثانيه هنلاحظ الدراع اللي موجود هنا اللي بيبقى خاص بالمساحات. طيب دي شاشه العدادات، بتبقى شاشه صغيره بيظهر لي فيها كل ما يتعلق بالبطاريه، الرينج بتاع البطاريه فاضل فيها قد ايه، والبرسنتج بتاع البطاريه فاضل فيها قد ايه، والسرعه اللي انا ماشي عليها، والغيار بتاع الجير او الفتيس اللي موجود عليه. طبعا الفتيس اللي موجود هنا فتيس احادي السرعه، يعني هو نقله واحده مش اكتر، يعني مش محتاجين اكتر من كده متهيألي، لان هو خلاص يعني هي العربيه كلها نقله واحده يا دوب عليها. طيب ايه تاني كمان عندنا في العربيه هنا؟ برضو انت ممكن تطلب العربيه 17 حصان بالمناسبه، اعتقد 57 او 58 نيوتن متر، ده العزم بتاع العربيه، وزي ما قلت لكم هورس باور بتاعها 17 حصان. في العاده الناس ما يعني العربيه سعرها غالي، فهي طبعا مش عربيه ممكن تتجاب لطريق او كده، لان زي ما قلت لكم الماكسيمم سبيد بتاعها 80 كيلو متر على التعقم اهوت، ودي حاجه كويسه جدا، بتعقم بعد ما كل حد يركبها، ودي حاجه كويسه. العربيه سعرها غالي، العربيه سعرها 18000 يورو، يعني حوالي 360000 جنيه، فمفيش حد طبعا هيجيب عربيه ب 360000 بالحجم ده، ومفيش فيها الاوبشنز اللي هي تخليه يمشي بيها في الشارع. العربيه ما ترخصش اصلا، لان الماكسيمم سبيد بتاعها 80 كيلو، فتقريبا ما ترخصش في الشارع. فممكن تستخدمها مثلا في كومباوند، ممكن تستخدمها في مصيف، ممكن تستخدمها في مكان مقفول، في مدينتي، في الرحاب، في الحتت دي. الباب طبعا بياخد الايفكت بتاع السيزر
سيزر دور، بيسموه سيزر دور زي المقص كده، بيفتح زي المقص يعني بالشكل ده، ممكن تفتح الباب وممكن تقفل، يفتح بقى بيفتح كده بالشكل ده، شكله كيوت جدا ولطيف. تعالوا بقى نركب العربية ونعمل تجربة قيادة كده سريعة ونشوف اخبارها ايه. طيب يا جماعة احنا هننطلق دلوقتي بالتويزي. زي ما قلت لكم هنا شاشة الاعدادات بتظهر لي كل المعلومات الخاصة بالعربية، هنا البرسنتج بتاعة البطارية، النسبة بتاعتها 100% اقل اكتر، وعندنا كمان هنا الـ بيظهر لي المؤشر بتاع النقل الحركة، عندنا الدي والان والار، وهنا طبعا المؤشر بتاع السرعه زي ما قلت لكم الماكسيمم سبيد بتاع العربيه 100 كيلو متر في الساعه، وبتمشيك لحد 100 كيلو حوالين المنطقه اللي انت ساكن فيها. طيب احنا كده دورنا العربيه اهوت، بسم الله بقى ننطلق. احنا كده جبنا الدي، خلونا بقى ايه نشيل الفرامل بتاعت الايد وبسم الله ننطلق. طبعا احنا عارفين ان الاكسلريشن بتاع العربيه الكهرباء بتبقى ما فكتش الفرامل، كده فكينا الفرامل. عارفين الاكسلريشن بتاع العربيه الكهرباء بيكون اكسلريشن سريع جدا وبيستجيب بشكل مباشر مع العربيه، لانه ما عندناش باور لوسنج، يعني ما فيش طاقه بتفقدها العربيه. العربيه بمجرد ما انت بتدوس بنزين خلاص الطاقه اللي انت بتطلبها بتلاقيها على العجل مباشره، فاحنا ما عندناش طاقه بتفقد في العربيه الكهرباء، وبالتالي طبعا بيكون الاداء بتاعها او البرفورمانس بتاعها في التسارع بالذات بيكون الاداء رائع جدا ومبهر، وخليك فعلا ترجع لورا. يعني احنا هنجرب دلوقتي ندخل بس التريك ونجرب كده نجري بيها كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. تعالوا كده ندخل. ماشي. وطبعا التراك مش كل العربيه بتدخل مره واحده، لانه كل واحد بيدخل لازم يكون في مسافه ما بينه وما بين اللي قبله. من ضمن الحاجات اللطيفه في العربيه ان هي بتعمل انجن بريك، او تحس ان العربيه بتفرمل اوتوماتيك كده لوحدها او بتهدى لوحدها بمجرد ما بتشيل رجلك من على دواسه البنزين، ودي طبعا من الحاجات اللي بتبقى سيف باور، يعني بتوفر بنزين، بتوفر بنزين او بتوفر كهرباء للبطاريه. طيب هندخل بقى التراك كده ونجرب العربيه ونشوف. طيب احنا كده ماشيين على سرعه 13 ونص، ومجرد ما بتدوس الاكسلريشن في ساعتها، يعني ما بتحتاجش تبذل اي مجهود، ما فيش لاج بقى ولا تستنى تربو ولا تنفس طبيعي بقى ولا صوت التنعيره بتاعت الفتيس ولا الكلام ده خالص. انت بتدوس بنزين تلاقي العربيه، تدوس كهرباء قصدي تلاقي الاكسلريتور بتاعك بيديك الاستجابه المباشره على طول، يعني كده على سرعه 15 اهوت. بصراحه عربيه لطيفه جدا في سرعتها، وعربيه في حتت بقى كده عاملينها زي مطبات كده بنشوف الاداء بتاع العربيه، تهريج كده بنهرج. طيب طبعا مفيش سسبنشن سيستم في العربيه ولا يعني شغل الميكانيكا ده، خلاص بقى هو ايه، عربيه عباره عن موتور كهرباء صغير مع اربع كاوتشات مع شكل انسيابي علشان الايروديناميك بتاع العربيه، وبيديك منظر شيك كده للعربيه وشكل فضائي وشكرا، مش محتاج اي حاجه تانيه من العربيه الكهرباء غير كده. طبعا في عربيات كهرباء تانيه بيبقى فيها اوبشنز تانيه، اوبشن اعلى اكيد يعني، بس دي عربيه ايه يعني حاجه فور فان زي ما قلنا، ممكن تستخدمها في كومباوند، ممكن تستخدمها في المصيف، ممكن تستخدمها في حاجه كده يعني مقفوله، كومباوند مقفول او حاجه. طبعا هي ما ترخصش اكيد، ومش حاجه تمشي في الشارع وسط عربيات بقى ودائري والكلام ده يعني. ده كده سريعا الريفيو بتاعنا لميجان تويزي. حابين نشكر طبعا اي اي ام على انهم وفروا لنا العربيه وعملنا لنا تجربه قياده كده سريعه، ونشوفكم على خير ان شاء الله في عربيه جديده وتجربه جديده. مع السلامه.